مسلسل جود. تدور مجريات المسلسل حول فتاة تدعى جود، والتي تشتكي من أسلوب والدها، وهو رجل كبير في السن مصاب بمرض الزهايمر ويتحكم في كل شؤون حياة بناته. تقترب جود من عمر 40 دون أن تتزوج، ولكنها تحب قريبها مشعل حباً من طرف واحد، وشخصيتها خجولة جداً وضعيفة بسبب قمع والدها لها. وتتطور الأحداث بعد دخول زوجة الأب المتسلطة إلى حياة الأخوات الأربعة، ووقوع أكثر من واحدة في حب مشعل. المسلسل من تأليف علي دوحان وإخراج منير الزعبي، وإليكم أبطال المسلسل بعد 8 سنوات.